سفيان النمري، شاب أردني طموح وفنان في تزيين أشجار عيد الميلاد وعمل المغارة بشكل أنيق ولافت، حيث يقدم خدماته وموهبته في تزيين الكنائس والمزارات. نورسات الأردن أجرت معه هذا اللقاء. التزيين بيختلف من مكان لمكان أو من بيت لبيت. أحجام الأشجار طبعاً بتختلف وألوانها. بشكل عام اللون الأخضر هو الطاغي على الأشجار لكونه أقرب للطبيعة. ارتفاع الشجر بالشقق لازم يكون 180 سنتي لمترين وعشرة، هذا بأقصى حد، لأنه الشقق عادة بيكون ارتفاع السقف فيها 3 متر، فمش حلو أنه تكون الشجرة ضاربة بالسقف أو واصلة لحد السقف. هلأ بالنسبة للإضاءة، الإضاءة كتير عم ننسأل عنها. الإضاءة تقاس بحجم الشجرة بمعنى أو ارتفاع الشجرة بالأحرى، بمعنى أنه كل قدم في الشجرة يحتاج لـ100 ضوء. هلأ خلينا ناخد مثال، هي الشجرة اللي ارتفاعها 1.80 سنتي أو 6 قدم لازم يكون عليها 600 ضوء، هذا لحتى يعطيك الستاندرد. بس في حال كان كمية الزينة اللي راح تنحط على الشجرة قوية أو كتيرة لازم ينزاد الضوء، لأنه الزينة بتاخد من الإضاءة. شغلة تانية اللي هو أساس الميلاد، اللي هي المغارة، اللي هي رمز الميلاد أو أساس الميلاد. المغارة بتختلف من مكان لمكان، بمعنى أنه بالمساحات الكبيرة ممكن أنت تستخدم مغر الورق مثل المغارة اللي ورانا، بالمساحات الصغيرة ممكن تستعيد عن الورق أو المغارة الكبيرة ممكن نستعيد عنها بكوخ صغير، أو حتى في ناس بيحطوا التماثيل بدون مغارة، كل واحد بحسب ذوقه. عم نسأل كمان عن ألوان الزينة. ألوان الزينة ما بتتقيد بأثاث البيت، وهذه قاعدة أساسية، بمعنى أنه الزينة حسب ذوق الشخص اللي عم بنسق. بشكل عام الألوان الطاغية اللي هي الأحمر، اللي هو من الألوان الأساسية للميلاد، الأحمر والذهبي والأخضر، هدول هم الألوان الأساسية. تفريعات الألوان تختلف، يعني من 3 سنين لهلأ الأشياء اللي دارجة اللي هي الشامبين، الروز جولد والزهر نوعا ما، لكن هي أساس الميلاد الأحمر والأخضر والذهبي. وبما أنه عم نحكي عن المغارة، في شغلة يعني ممكن إحنا نستفيد منها، هي شغلة بتكون موجودة عنا بالبيت، اللي هي مثلاً الدمى أو الألعاب اللي موجودة عنا. ففي حال إحنا عملنا مغارة كبيرة ما في داعي إنه نتقيد ونتكلف بإنه نشتري يعني طقم المغارة اللي بيكون حجمه كبير لكون سعره مرتفع. فمثل ما أنا عملت هون، في عندي لعبة، فأنا عملت لها بس التوب تبعها وصارت هلأ يعني بتعتبر هي طفل أو رمز للمغارة، بحيث أنه يكون شكلها طبيعي ويكون يعني تحس أنها محاكية للطفل المغارة. من خلال نورسات أنا بحب أعايد على كل الناس اللي بتابعونا، وبحب أعايد على كل البلدان اللي عم بتابعونا برضو. بتمنى أعياد مجيدة للجميع إن شاء الله بعم السلام، بوجود ملك السلام مخلصنا اللي جاي ينور دربنا. ومثل ما بتحكي الترنيمة، أشرق نجمه بحدود فارس، فكل عام وإنتوا بألف خير جميعاً.